Aha. No, no, tak jak masz rację, no. Ale jej angielski jest zbyt dobry jak na Irankę. Ona raczej na jakąś Arabkę wygląda, która długo w Stanach siedziała. No bo Irańczycy, no nie, po prostu. Niemożliwe, że ktoś taki młody z Iranu i dobrze mówi po angielsku. Bardzo słabo. Raczej wygląda może na jakiś Kuwait, jakiś Bahrain, takie jakieś Możliwe. szyic, może szyitka. Oni też mają się. No mają, mają.
Gentlemen, distinguished guests, good morning, good afternoon, and good evening. Nie ma tłumaczenia. أرحب بكم جميعا مساء الخير نحن سعداء بأنكم معنا وأنكم بصحة جيدة تتضامن مع كل الذين يتأثرون بالجائحة في كل أنحاء العالم نحن سعداء بأن لدينا أعضاء هذا سيتألف من أربعة أجزاء سوف يكون هناك مقدمة بحيث من وكيل الأمين العام والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعدها المحور الآخر للمتحدثين رفيعي المستوى وبعدها للمتناقشين لذلك سوف أعطي الصوت لمعالي وكيل الأمين العام والمستشار الخاص للأمين العام المتحدة فيريجو هوشيلد مساء الخير أرى وجوها جديدة وأنا سعيد جدا برؤيتكم لدينا علاقة جيدة ونستطيع اللقاء على التعاون للجلسة التي سوف تدور حول التعاون الرقمي جميعكم لكم علاقة في خريطة الطريق الرقمية التي وضعها في يونيو الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وهناك ردود فعل إيجابية حول هذه الخارطة وتظهر هذه الخارطة ما الذي تم تنفيذه في مجموعات كثيرة وفي مناطق أخرى في العالم في سبتمبر الأعضاء المشاركون بشكل رسمي اعتبروا أن هذا التعاون الرقمي في الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة وسوف يتعلق هذا بأن الأمم المتحدة هي منصة للتعاون في مجال التقنيات الرقمية من أجل تطور ونمو مستدام ويجب أن نردم الهوى بين الدول في هذا المجال وأن نحمي حقوق الإنسان وكيفية فعل ذلك هناك جهود كبيرة لكي نعرف كيف نقوم بذلك ليس لدينا تنسيق متكامل دائما لذلك هناك جهود كبيرة للوصول إلى الإنترنت بشكل شمولي وخاصة للنساء وهناك أيضا جهود إضافية تظهر الإحصاءات بأننا نسير بعكس هذا التطور الكبير الذي يحصل في مجال التكنولوجيا الرقمية ومهما فعلنا فيجب أن نقوم يجب أن تنخرط جهات متعددة وأصحاب مصلحة كثر من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي خلال هذا الأسبوع من هذه الجلسات التي تم تنظيمها في منتدى حوكمة الإنترنت نرى أن هناك العديد من الجهود التي والأفكار التي طرحت سوف نعمل بهذه التوصيات التي تتعلق بالتعاون الدولي في مجال التعاون الرقمي والأمن السيبراني أيضا سنتكلم ونتحدث عن كيف ندعم منتدى حوكمة الإنترنت وما الدور الذي يلعبه أغلبية الحاضرين مثل ألمانيا ودولة
الإمارات العربية المتحدة وأيضا الوثائق التي تضم الحلول والنتائج والتوصيات، وأن هذا التعاون الرقمي العالمي والنظر إليه بشكل شمولي وتعجيل العمل في الاتصالات والتمويل على مستويات رسمية عليا، فإن منتدى حوكمة الإنترنت سيكون له الدور الكبير. لدينا نحن لحسن الحظ يلتقي معنا شخصيات رفيعة المستوى سوف تناقش. سنستمع عمر سلطان العلماء الذي هو وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والحكمة الرقمية عن بعد في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. شكرا يا باتريسيا، إنه شرف كبير أن أكون هنا معكم. بالفعل نحن نحاول الاستفادة من الموارد الرقمية ونسعى من أجل إنجاز إحرازات في عدة أصعدة ومناطق جغرافية. سوف أحاول تقديم جواب على هذا السؤال بقدر المستطاع. صوت متقطع. نحن نقوم بالعمليات الملموسة التي تسمح لنا بالمضي قدما إلى الأمام، ويجب أن نضمن أن ونسعى هذا خريطة الطريق. وسوف أمامنا مهام محددة أحيانا تبدو لنا أنها بعيدة ولها تأثيرات على الديناميكية وهي في التغير. في بعض الشركات قد تنقص هنا بعض المحفزات في الجهود المبذولة منه، ويجب أن لا ننسى هذه الرؤية الممتازة والتي تتيح لنا إمكانية إنشاء مختلف المحفزات في ومنها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. والشيء الثاني من المهم أن نضمن أن تكون هذه الأهداف هامة للأجيال القادمة. أحيانا نتحدث مع جيل واحد ونغفل اهتمامات الجيل الثاني مثل التغيرات المناخية، ونستطيع الاستنتاج من ذلك أن هذا الموضوع يتعلق بكل الأجيال المختلفة، الصغار منها والكبار. ونحن نشهد ازدهاراً من مختلف الأعمال والمهام في العالم، ونستطيع من هذه الآفاق نستطيع أن نضع كل ذلك في السياق المناسب في إطار التكنولوجيات الرقمية المتاحة. شكراً معالي السيد وزير الدولة، وهذا إن شاء الله سيسمح لنا بإنجاز أو تحقيق تلك الأهداف التي تكون واقعية وموضوعية، ولكي نشمل مختلف الأجيال دون إقصاء أو عزل أحد. ونحن سنحاول تحقيق هذه الأهداف. وأود الآن أن أرجو معالي السيد الوزير من سيراليوني وزير التعليم الأساسي هذه الدولة، سوف نتحدث عن الإشراك. معالي الوزير، نحن واعون بالهوار الرقمية الموجودة، ونحن نعلم أن في معظم دول العالم، ونتحدث هنا عن الوصول إلى الإنترنت بنسبة من 80-90%، ولكن في بعض الدول الوصول الإنترنت يقل عن 20%. كيف نستطيع مساعدة الدول النامية في ارتقائها في هذا التحول الرقمي؟ شكراً. أصحاب المعالي،
المشاركون؟ يمكن الإجابة بشكلين. الأول أن يتعلق بسيراليوني، يجب أن نستخدم الإمكانات المتواجدة أمامنا، مثلا الوصول إلى الإنترنت أو استخدامه هو حوالي 20% في عدة أماكن. في بعض المناطق 80% منها هي في شبكات الهاتف المحمول، أي أن من العديد ينتقل من 4 من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس في هذه الشبكات، أي أن هناك مجموعات يسكنها الآلاف من الناس لم يكونوا موصولين بأي شيء، عندهم إمكانية استخدام هذه المعلومات بسرعة في الإنترنت. عرفنا أن هذا سيصبح، لذلك ممكن نستطيع بالنسبة للشمول والفرص حول ذلك، أي أن جزء من هؤلاء اللي كانوا مقصيين أو بعيدين عن هذا سوف نستعمل أساليب هجينة هبريدية للحصول على ارتباط بين الهاتف المحمول الذي سيصبح أحد الحلول. أو الاتصال عن طريق الحاسوب أيضا، نستطيع استخدام ذلك في مجال التعليم أيضا، ندخل أيضا في حلول محمولة، أي كيف يمكن أن نستخدم عدة منصات للتواصل، فيجب علينا أن نستخدم هذا الاتصال أونلاين، ما يعني أن التقنيات العالية بفضل الابتكار الحاصل، فهناك تكلفة أرخص، فهذا لا يعطي أن الحلول الرخيصة التي تدعمها الحكومة هي ليست فقط العاملة لدينا. أحد الحلول أيضا هو يتعلق بتسجيل كل هذه الخيرات الرقمية، ويعني ذلك انخراط العديد، فهذا الحل الحركي المحمول والحل الهجين هما طريقان يدخل في الخدمة لدينا، أي هذا الوصول إلى هذه الخدمات هو موجود لدينا بشكل جيد. شكرا جزيلا لمعالي، إذا اتخذنا هذه المقاربة التي تتبعونها هذا شيء قيم ومجدي ومفيد، نستطيع أن نتعلم من ذلك كثيرا من مثل هذه النماذج والأمثال. ما الآن فنرجو أن نمر إلى يوسف التي هي المديرة التنفيذية في جمعية أتنو، جمعية مشغلي الاتصالات ليزافول. نريد الحديث عن، أسألك عن هذا النموذج أو الموديل للتعاون أو إسراع التعاون، ما هو أمثل النماذج من النوع؟ رأيي هناك عدة طرق نستطيع بناء الأطر بواسطة الكثير من أصحاب المصلحة. الشيء الأهم أن نستطيع نقل أو إرقاء هذا النقاش إلى مستوى أعلى تنفيذي. من الأهمية بمكان أن نشرك الأطراف الكثيرة في هذه العملية، نحاول إشراك لاعبين كثر في هذه العملية، ونستخدم
موديل متعدد الأطراف أو الجهات، هي نظرة سفلية تشمل الجميع، والأهم أن نحاول ردم هذه الهوة الرقمية، وإشراك ليس فقط أصحاب المصلحة، ولكن نؤمن كل صوت ونجعله مسموعا. أحيانا هناك الشركات التي تتحدث بصوت أعلى أو أعلى، ولكن يجب أن يكون كل صوت مسموع في كل صوت مسموع في هذا. ويجب نحتاج أيضا إلى هذا، إلى الانخراط المؤسسي. نحن نلاحظ هذه المشاركة المتزايدة من قبل أعضاء البرلمانات، لكن نحتاج أكثر من ذلك من جانب البرلمانات في العالم. من أهمية المكان أن نعود إلى بلادنا في سياق المحادثات حول توصيات حوكمة الإنترنت وإدراجها، ومن المهم أن نقيم مثل هذه المنتديات لحوكمة الإنترنت على المستوى الإقليمي والوطني، مما يعطينا أدوات لتيسير مثل هذه النقاشات في مختلف أنحاء العالم. ولذلك من الأهمية أن يكون الصوت الأوروبي مسموعا، والقيم الأوروبية أن تسمع في الحوار العالمي. مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأصحاب المصلحة الأوروبيون، ما هي الحلول؟ كيف نستطيع إدراج هذه الحلول؟ جمعية أتنا هي مؤسسة تمثل أوروبا، ونحن أتساءل أنا لماذا نحن كأتنا نشارك في IGF سنويا، وكيف أتنو تضع أولوياتها في جمعياتها، ولأن نريد المشاركة في النقاش الشامل وتبادل الآراء ما بين مختلف أصحاب المصلحة. أعتقد أن الـ IGF يعمل بشكل ممتاز كمنصة لتبادل الممارسات الجيدة والخبرات والتجارب والمبادرات التي من شأنها زيادة صلاحيات أصحاب المصلحة. لذلك منتدى حوكمة الإنترنت منصة ممتازة تحقق وتنفذ هذا الحوار، و أصحاب المصلحة يجلسون حول الطاولة ويناقشون. شكرا. شكرا جزيلا. أفهم هذه النقطة التي تتعلق بأن الفعاليات يجب أن ترتبط وأن تكون مسموعة وأن يعطى لها معنى كبير برأيي. الآن أود أن أتابع نفس الكلام وأعطي إلى جوزيف هولب، نائب الرئيس الأول للإنترنت القوي في جمعية إيسوك، جمعية الإنترنت، وبشكل فعال ينخرط برسم خارطة الطريق. كيف نفعل لكي يكون هذا المنتدى، منتدى حوكمة الإنترنت، منخرط أكثر في هذه الأعمال من أجل أن ردم هذه الهوة بين النقاش والحلول العملية؟ يجب أن يكون لدينا تأكيد ما هو فكرة محددة، ما هو الإنترنت. الإنترنت هو نظام معقد، نصف الكوكب يستخدمه، ولكن ما الذي يسبب أنه منصة هكذا بشكل واعي يستعمل، وأن دوره الجوهري في العمل؟ أنا قلت عن هذا السابق من أجل المقارنة،
فأن نوع في ألمانيا في 19 تم غرس الأشجار تحت للتعويض عن الغابات. تبين أن هذا خطوة جيدة، ولكن فيما بعد تبين أن هذه الأشجار تنمو بشكل غير جيد. وإذا فكرنا حول ذلك فإن الإنترنت هو كما أنه غابة قديمة يستطيع البقاء والاستمرار رغم عدة كوارث وحوادث تحصل. فإذا هناك علاقة متبادلة بين أجهزة مختلفة، وأن حوكمة هذا الإنترنت ليست تتركز ليست في مركز واحد، وإنما كل واحد يستطيع الدخول إلى الإنترنت. ليس فقط القصد عن التكنولوجيا، ولكن كيف نحن بأنفسنا ننشئ هذه الشبكة. يجب علينا أن نفهم ما هو الإنترنت، ويجب أن نفهم DNA هذا الإنترنت وصبغياته. شكرا جزيلا يا جوزيف. ويبدو لي حفاظ على الصفة اللامركزية وهذا التنوع شيء مهم. فيما فهمت مما قلته، لأن أنا اختصاصي الغابات، زراعة الغابات، يا له من مفارقة عجيبة. فهذا المثل ممتاز، وحاليا المزارعون الألمان للغابات والأشجار في ألمانيا بدأوا يزرعون منذ زمان، بدأوا يزرعون الغابات المختلطة وليس في خط واحد أو من نوع واحد. فنحن كمزارعو الأشجار أو الغابات يجب أن نفهم في التأثيرات الاجتماعية أو السياسية التي تنعكس على ما عندنا اليوم وفي المستقبل أيضا ستستخدم. لذلك العمل على الإنترنت أيضا شيء من هذا القبيل. الآن نمر إلى السيدة أولغا كافالي، مديرة جامعية في من ساوث سكول أون إنترنت غوفرنانس. فهذه المشاركة التي نتحدث عنها، كيف نستطيع تعزيز المشاركة الأكاديمية والجامعية في هذا التعاون الرقمي، خاصة كيف ما هو المدى يمكن إيجاد ذلك في الدول النامية؟ شكرا. أود أن أهنئ لي المسؤولي منتدى حوكمة الإنترنت على إقامة هذا الحدث. أنا أعلم أنه من الصعب التحول من المنتدى التقليدي المباشر إلى الفضاء الافتراضي، فأنا أشيد بما تقومون به وأنجزتموه. وكيف نجعل ذلك ناجحا؟ نحن نعلم أن في الأمريكا اللاتينية نحتاج إلى قيادة أقوى، ونحن واعون بأن القادة المشاركون في IGF هم قلة وليسوا كثر. لذلك أطلقنا الجامعة الخاصة بنا والأكاديمية التي نريدها أن تكون فضاء متعددة الأطراف ومتعددة الاختصاصات. الحقوقيون يستطيعون دروس الأحكام القانونية أو الخصوصية، ولكن الفجوة ما بين الجامعات ما زالت هي موجودة، ونحن مسؤولون عن ردم هذه القوة. أنا محاضرة في جامعة بونوس آيرس، وهي بالفعل جامعة كبيرة،
من أكبر الجامعات في أمريكا الجنوبية على فكرة، وأنا المحاضرة الوحيدة التي تتبع ما يتم النقاش عنه في منتدى حكومة اللينتون، وأنا أخاطب طلابي وأتحدث مع وأوصلهم هذه المعلومات، ويبدو أن هذه هو رقمية ما زالت موجودة خاصة في أمريكا اللاتينية، فيمكننا بالفعل عمل المزيد وإنشاء الشراكات مع الجامعات والمراكز. هذه المراكز بالفعل موجودة، ولكن نحتاج إلى المشاركة، مشاركة أكثر خاصة في الدول النامية. ونحن نؤمن بأن القيادة القوية لها معنى كبير في سعينا المشترك نحو إحراز هذه الإنجازات وتحقيق هذه الأهداف. شكرا لك يا أولغا. أكيد أنه يجب أن نرى هذه الهوة والفجوة التي تحسب، ونحن نقدر جهودك لتضييقها وردها. والآن ميراندا التي تمثل الفيسبوك، نسألك هل هذه هي إحدى التحديات الكبرى في الإنترنت، وفي أي اتجاه يجب أن يسير منتدى حوكمة الإنترنت؟ شكرا لك والسلام عليكم. أنا أسمع أشياء كثيرة من أناس مهتمون في هذا المجال. أود أن أمدح سياسة الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة على اهتمامه، وأن هذه الخارطة خارطة الطريق للرقمنة وتسريعها هي وتعاون الرقمي العالمي هي أشياء عظيمة. نحن نرى أن منتدى حوكمة الإنترنت هو مهم، وهو له صفة ديمقراطية وله دور كبير في تحفيز الحديث والنقاش وسياسة التعاون. كيف يجب علينا أن نتعاون ليبقى الإنترنت مفتوحا ومفيدا للمستهلكين والمستخدمين؟ أما من منظورنا نحن ومنظور حقوق الإنسان في شركاتنا، فالتحدي الأكبر هو أن لم يعد شيئا جديدا بالنسبة لنا. نحن نقدر معناه، ولكن التقدم وتطور الإنترنت ليس تطور خطي، وإنما لن يتطور في تبادل معلومات مشاركة، وإلا لكان العمل صعب. في هذا العام مهم جدا، خاصة أن تجزئة الإنترنت تحصل بشكل أسرع، وهناك حكومات كثيرة تقوم بفرز الإنترنت من أجل أن تبعد المنصات ذات الترميز، وهناك قوى داخلية تكون مخاطر لانفتاح الإنترنت. خارطة طريق الأمين العام هي نقطة رئيسية، سواء في أونلاين أو أوفلاين، أي يجب أن نصل ونحترم. إذن يجب أن نجمع هذين الشيئين معا، وأن حقوق الإنسان يجب أن تكون محترمة، لأنها هي أساس والعمود الفقري لترويج ما هو الشيء الأفضل في عالمنا. أود أن أذكر المادة 19 من حرية الرأي
وأمان حرية الرأي. أنا أعمل ساعات طويلة بشكل عملي لحماية هذه الحقوق، وعندي أمل أن تكون هناك جهود أكبر، وأن هذا العمل العالمي في هذه السنة والسنوات القادمة ستعتمد على عملية شفافة تأخذ بالاعتبار كل الاتحادات، والاي جي اف يلعب دورا كبيرا في هذا المجال. شكرا جزيلا، وجيد انك ذكرتنا بانه لا يجب الاعتراف الاعتبار كل ما يتصل بالانترنت كبيانات ومعطيات، و فكثيراً ما كان زميلي الكندي يشير إن عكس الحرية هو الاستبداد، وفي حالة انعدام سيادة القانون الحكم المستبد قد يسود. لذلك من أجل الحفاظ على الشمولية، هذه الصفة المتعلقة بسيادة القانون يجب الحفاظ عليه، وهذا يجب أن تكون عمليا تبدأ من الأسفل. أعود الآن إلى معالي وزير الدولة الإماراتي. السؤال الأول للتعاون الدولي هو إنشاء منصة أو جهة جزء من IGF ترفع من شأن هذا المنتدى، ما الدور المرتقب لمثل هذه الجهة وكيف؟ شكرا جزيلا لهذا السؤال. أنا أشاطر كل الآراء المطروحة هنا، وأضيف إليها شيئا مهما آخر، وخطر هذا ببالي أن منتدى حكومة الإنترنت وكل ما ندرجه في خارطة الطريق ونضيفه أحيانا نسأل نفكر عن ذلك بشكل عام، ونحن نضع الخطة وكل نتوقع من كل واحد أن يعلم إلى أي ستتجه الأمور، كما قال هو السفير شيزينغن. يجب النظر أيضا إلى الأشياء الملموسة، ما يجب عمله في 30 أو 40 السنة القادمة. هذه التحديات لن تكون خطية وتخص إنشاء السياسات والاستراتيجيات للدول المحددة. قبل كل شيء ما يجب عمله هو ليس أن ننظر إلى خارطة الطريق بشكل أحادي الجانب من الناحية الفنية. هناك مواصفات تسمح لنا أن نرى من هو أكثر تقدماً ومن أقل، وبناء على ذلك نستطيع أن نرى أو نستكشف كيفية إدارة النقاش في هذا الصدد، ونصر على بناء البنية التحتية العالمية العامة. نحن نعلم أن الشركات خاصة مثل جوجل تتحدث عن تأمين الإنترنت بواسطة الاستخدامات أو التكنولوجيات المحددة، ولكن يجب فكر أيضا إلى البنية التحتية بطريقة تسمح لنا لكي لا ننتظر فقط الشركات الخاصة. الحكومات يجب أن تتدخل وتدخل في ذلك الموضوع، وتبدأ أن تسير الأمور. أقصد البنية التحتية التي تسمح لكل واحد أن يكون ويصبح جزءا من هذا العالم الجديد. شكرا.
نشكر هذه النوع من القيادة التي يظهره معاليكم. أود أن أعود إلى معالي الوزير سينغ. كيف يرى معاليكم عمل منتدى حوكمة الإنترنت؟ بالنسبة لهذا يقول أن هذا يجب أن يعتمد على الشراكة، ومثل هذه المنتديات ومثل هذه اللقاءات عملياً من يقول أنها لا توصل إلى نتائج فعلية، أقول أن منذ بدأنا التعاون مع هيئة الأمم المتحدة مع الأمين العام في مجال الرقمنة نرى أن هناك تقدماً كبيراً. منذ 5 أشهر كان لدينا حديث أدت إلى تعاون مشترك مع سيراليون، وأصبحت هذه النتائج ملموسة. إذن هذا ليس كله نظرياً، ولكن اللقاءات المحددة وخاصة مع وزراء البنية التحتية نقوم بوصل كل هذه الأمور مع بعضها. تظهر أيضاً فعاليات جديدة كلها معلنة، هذا كله يخص الرقمنة، أي أن الأشخاص المعنيين يجب أن يكونوا موجودين، الذين يعلمون التكنولوجيا والمقررين، لكي يتفاهموا على عملية الحل. فإذا هذا الترابط بين الخبراء وبين المقررين ستكون هي الرافعة التي سوف تجعلنا نستخدم بشكل جيد، نستخدم الشبكة وخاصة عولمة الإنترنت. كل ذلك يوصل إلى شركاء حقيقيين، ويجب أن نظهر ذلك ونستطيع أن نتجاوز العقبات وخلق هذه النظريات إدراجها في الواقع العملي. يجب أن نظهر مشاريع ونريها للناس، ونبين أنها ستكون دليل على حسن تفكير مثل هذه المنتديات، وتعطينا شراكة حقيقية في هذا المجال. شكرا. إذا هذا السخاء في التقاسم والتشارك شركات، هذه أمور جوهرية. والآن أود الحديث عن التواصل والتمويل، وأعود إلى ليسا. هل لك أن تقولي لاني ما هي المصادر التمويلية الإضافية يجب أخذها في عين الاعتبار لمدى حوكمة الإنترنت؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. إن جمال هذا السؤال، وأنا موافقة مع جوهره، إن جمال هذا السؤال يعود إلى أنه كأنه جزء من الدائرة الخبيثة. إن انضمت مجموعات ذات شأن كبير إلينا في منتدى حكومة الإنترنت، وتشاركنا في هذه النقاشات والمحادثات المهمة لأصحاب الشأن، بالإضافة إلى المجتمع المدني والشركات الفنية والتكنولوجية، يجب إشراك وإدراج هذه الأطراف أيضا في النقاش، لأن من خلال ذلك نفهم أهمية إشراك هذه الأطراف في IGF ودعمه.
المشاركة والمشاركهم هم لهم معنى. وشيء آخر مهم من وجهة نظري، لا يجب أن يكون منتدى IGF فقط حادثا أحادية المرأة، ولكن يجب أن يظل هذا النقاش فيما بين اللقاءات والإصدارات، ويجب أن نجعل المشاركين يتقابلون ويجتمعون أيضا في محافل أخرى فيما بين هذه الفترات، وتتابع هذا النقاش، لأنه مهم جدا. وإن كنا نعول على هذا النقاش الدائر الآن على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، إذا استطعنا جذب أصحاب المصلحة الكثر إلى هذا النقاش، فسنبقى نحن جذابين، وسيزدهر هذا المنتدى. فيجب ألا نكتفي يكون المنتدى حدثا أحادي المرة، فيجب أن يدور هذا النقاش ويخرج خارج اجتماعنا الخريفي فقط. شكرا لك، هاتان النقطتان من أجل إيجاد دائرة، أي الحصول على موارد مالية تساعد هذا الضرب، وثانية أن IGF أن لا يبقى اجتماعا واحدا في السنة، إنما أن يكون نقاشا مستمرا، أي تشبيكه أكثر، فهو مهم. والآن أعود إلى جوزيف وأسأله، ما هي الطرق التالية أو التوصيات السياسية التي تريد أن تراها في النهاية؟ أعتقد أن المهم هو ملاحظة قيمة المنتدى الفعال، أي أن لا نقلل من قيمة هذا النقاش، لأن هذه القيمة موجودة، فهي هذا الحوار والنقاش هو مهم في حد ذاته. أي لذلك أن النتائج المحددة ستأتي، لأن إذا كان هذا النقاش منظم بشكل جيد فهو ليس لدينا فائض من هذه المحادثات. هناك عدة سياقات مهمة يمكن من خلال IGF إنشاء منتديات أصغر أو متخصصة بأمور محددة، مثلا عندما نركز على هذا النقاش نستطيع إنشاء مشروع أو برنامج لكي نجعله نموذجا للعمل. هذا ليس صعبا، ولكن يجب أن نفكر ما هي النتائج ستكون مهمة لأصحاب المصلحة والشأن المعنيين. فدائما أفكر أن ما هي هذه المنتديات، أنا لدي بعض الأفكار، ما الذي يجب أن يكون. أقول أنه يجب أن نتحدث أكثر عن ذلك، مثلا نتوقع تغييرات في إيجاد موديلات لرجال الأعمال، ولكن يجب أن نحددها، ربما أسرعت فيها. شكرا يا جوزيف، يبدو لي أنك كنت تشدد على قيم IGF الحوارية، وهذا شيء مهم ويجب تأكيده. ومن ناحية أخرى يجب ألا نفصل بين الحوار، وإن إلى أن نأتي بالنتائج والإخراج. فهذا الشيئان يمكن الجمع بينهما. والآن أولغا أعطيك الصوت إلى جانب إنشاء جهة أو منصة رفيعة المستوى، كيف أيضا يمكن لمنتدى حوكمة الإنترنت
التوسع في هذه المحافل. يبدو لي أن منتدى حكومة الإنترنت معني الآن بالفعل بالعديد من القضايا والمسائل، ولديه محافل أخرى يتوسع إليها، فهناك أيضا فراغ عبارة عن بعض المهام الدولية ربما تتصل بما يقوم به منتدى حكومة الإنترنت. مثل هذه الجهة أو المنصة رفيعة المستوى قد تستطيع إيجاد الحلول لزيادة القيمة المضافة من حيث المضمون، وملء هذا الفراغ ما بين لقاءات الـ IGF المتتالية، تأكيداً إلى أن هذه ليست فقط هذا ليس فقط اجتماعاً مرة واحدة في السنة. يمكن الدخول في الشراكات مع الشركاء، لأن المسافات الآن لم تعد مهمة. نحن هنا نلتقي بشكل افتراضي، وجامعاتنا أيضا تعمل بشكل افتراضي. لدينا أكثر من 500 طالب من كافة أنحاء العالم، ونستطيع الاستفادة من الخبرات والمعرفة من مختلف المناطق. فدعونا نستفيد من ما تعلمناه هذه الجائحة، أن المشاركة ممكن، فلنستفد منها ولنتبادل خبرات وتجارب IGF، ولنركبها إلى الداخل المهام الحكومية والمشاريع المحلية الفنية في المناطق. شكرا يا أولغا، وشكرا أنك ذكرتينا بما هو IGF. والسؤال الأخير لميران، ما هو أنواع النتائج التي تتوقعيها في المستقبل من المنتدى؟ هذا سؤال واسع جدا. يبدو لي أن وجهة نظري أن الشيء الثمين هو نقل هذا النقاش إلى أن يكون هدفنا أن أصحاب المصالح المعنيين أن يكونوا مسموعين أكثر، وأن هذا المنتدى يجب أن يجتمع في أماكن عدة، وأن في مناطق مختلفة وليس فقط في أوروبا. فهناك مجالات عديدة من وجهة نظر تنمو ثروة كبيرة لكل المشاركين. فإذا أنا لا أقلل من قيمة هذا النقاش نفسه، ولكن كيف نقوم بوضع مشاريع لهذه العملية ونتبادل التجارب العديدة؟ أفضل طريقة لذلك هي وضع سد لإمكانية الاستقلالية الإنترنت، وإنما إيجاد فرصة للناس كيف يبنون قدرة، كيف يستغلون هذه الثروة، كيف نقود هذه الحديث لكي يكون لدى المنتدى حوكمة الإنترنت أن يكون هو هذه الحلقة القوية في هذه النقاشات، وما يعمله الأمين العام ومساعديه ووكلائه تسير في هذا الاتجاه. نود أن نكون جزءا من هذا الوضع الواسع، وهناك أيضا نتيجة أن نجتمع مع أجندات أخرى للأمم المتحدة في الحديث عن الإنترنت. أود أيضا أن أعود لما قاله جوزيف وأضيف من عندي، أن أسأل الجميع ما الذي سيحدث إذا تكيف المنتدى
أدواته وبأكثر أن تكون مرونة بحيث نجعل أصحاب المصلحة المعنيين هم أكثر اهتماما لخلق وبرنامج وبرمجة. ما التجربة التي يجب علينا أن نقوم بها في هذه الأوقات الصعبة للوباء والجائحة تجعل عملنا ذو جدوى؟ تحتي علينا الكثير من المقترحات المثيرة للاهتمام، خاصة مع هذه التجارب يمكن إدراجها، وأتمنى أن نحقق هذه الأهداف. شكرا لجميع المشاركين حتى الآن الذين أبدوا بآرائهم في هذا النقاش الغني والموفق، وننهي هذا الجزء من النقاش وأعطي الصوت لرودولف تيتل الذي هو المنسق المشارك لهذه الجلسة. سيد رودولف غريدل سيركز الآن على هذه المجالات الرئيسية التي غطيناها في نقاشنا. شكراً أوريتسيو، أرحب بالسيدات والسادة، أرحب بجميع المشاركين والمتحاورين في هذه الجلسة. هذا شرف لي أن أنسق هذه الجلسة للخبراء. ورانا نقاش مثير للاهتمام حول كيفية تحفيز النشاط عبر الإنترنت، سأواصل هذا النقاش مع مجموعة من خبرائنا. فالأول أطرحه لي مع السيد توماس شنايدر، سعادة السفير يمثل المكتب الفيدرالي السويسري للاتصالات. توماس، سؤال لك من خبراتك، كيف يمكننا أن ندير هذا الهدف السعي نحو التعاون الأسرع؟ كيف نجمع بين فئات مختلفة ومجموعات من أصحاب المصلحة ونجعلهم يتعاونون مع بعض أحسن؟ فيما يخص مستقبل الاي جي اف وعملية، يجب أن تكون لها رؤية واضحة، ويجب إشراك الاي جي اف لما يسموه الكثيرون بالاي جي اف بلس. منذ سنوات أثبت المنتدى فعاليته في النقاشات التي تجمع بين مختلف أصحاب المصلحة، انقطع الصوت في كابين الترجمة. يجب أن نعتبر منتدى IGF بمثابة المطبخ الذي نجهز فيه مختلف المقترحات الرامية لتوسيع نطاقه. فلذلك نحتاج إلى إنشاء سبل تشابك وترابط قوية ما بين الحوارات والمعلومات على مستوى خبراء الاي جي اف وصناع القرار بما فيهم كبار المسؤولين. خارطة الطريق للأمم المتحدة وكذلك
وثيقة الكو تشامبيونز ودولة الولايات المتحدة تواصل جهودها نحو تحقيق هذا الهدف ونتمنى إدراجه سريعا ويجب أن نعزز الشبكات والمواضيع المهمة سياسيا مثل الاستقلالية الرقمية في وفضاء التغيرات المناخية وردم الهوة الرقمية وذلك عن طريق نقل هذه الحوارات إلى محافل أخرى وإشراكها في هذه المحافل يجب أن يكون لنا هذا الإحساس بأننا مسؤولون عن ما يقوم به منتدى حكومة الإنترنت كذلك عبر القنوات البرلمانية والقادة في المستوى وأيضا عن طريق تعزيز أمانة المنتدى لتكون قادرة أكثر على القيام بمختلف المبادرات التمويل له أيضا أهمية قصوى لأن بدون تمويل لا توجد هناك اجتماعات وحتى تلك الافتراضية فيجب أن نعرض المعلومات ذات النوعية العالية وغيرها من الوضع الرقمي أو مسائله التي ذكرناها فنستطيع إدراج الأصوات لتشمل أيضا المواطنين الأمر الذي تحدثنا عنه نحتاج إلى إدراج هذه القواعد ونتمنى أن يلعب منتدى حكومة الإنترنت دورا هاما في شبكة المنصات الفاعلة في صنع القرار في هذا العالم الرقمي المشترك شكرا لك توماس على هذه فتنفيذ الأفكار التي تحدثت عنها أن هناك آراء عديدة كانت مختبرة وخاصة النقاش الأوروبي حول ترتيب النظام على الإنترنت الآن فإن الاتحاد الأوروبي لديه معلومات كبيرة عن فتوجه بسؤالي إلى ساندرا هوفيتشر الأمين العام لأوروديج ماذا يمكننا هنا أن نتحدث كي نقوم نحصل على نتائج عملية للاستخدام ما هي تجاربك وماذا يمكن أن نفعل مرحبا بكم جميعا أرحب بكم من لايبزيغ أشكركم على دعوتي إلى هذا النقاش أود أن أصيغ سؤالك بشكل آخر وأوجهه باتجاه واحد ماذا يمكننا أن نفعل لتكون نتائج منتدى حوكمة لها معنى بالنسبة لصانعي القرار فإن هناك نتائج محددة هل يمكن أن تكون هذه النتائج على أرض الواقع وإحدى نتائج هذه النقاشات بين أصحاب المصلحة والمعنيين نتحدث عن وثائق ظهرت في ورشات أخرى وجلسات أخرى ومثل التحالف الديناميكي وهناك أيضا جهود كبيرة في تحضير المناهج والمنهاجات منهاج العمل وطريقة العمل والأمور التي تخصها إذن هناك ويعتمد ذلك من أي منظور ننظر فإن هذا الذي فعلناه هو قوي من الناحية الجوهرية ولكن ضعيف لأن هناك
مجموعات لنتصل إلى حل وسط مشترك. إذن هذا التواصل لا يسمح أحياناً بمتابعة النقاش. أنا أتساءل ما الذي يمكن أن نتوقعه على مستوى التوصيات؟ هل ستكون مركزة على شيء واحد فقط أو أنها ستكون متعددة؟ هل ليس هناك إمكانية لتقدير ما هي الأشياء الفعلية التي نحصل عليها من إيجاد قاعدة تقنية واحدة؟ هل نفهم ما هي القوانين التي عمليا يمكن استخدامها؟ إذن ها هي الأمور التي تحدد عمل المشرعين في مجال هذا. أيضا من عملنا النتيجة الثالثة أنه يجب أن يكون هناك نقاش عالمي حول هذا الموضوع، حول المخاطر، من أجل إيجاد تطور مستدام رقمي لا مثلا مثل التجزئة. النتيجة الرابعة هي إصدار كل هذه النتائج. لدينا كثير من الباحثين ودارسي الدكتوراه يقومون بتحليل مثل هذه الأعمال. إذن الخامس هو انخراط الشباب في عملنا. نستطيع أن نقول أن هذا تواجد الشباب في أجندات عملنا وانخراطهم في هذا العمل سيؤدي إلى نتائج جيدة. العنصر الآخر تأثير المنتدى محليا ومنطقيا، أي من أجل الحصول على بيانات. في عام 2019 كان عندنا 115 مبادرة. إذن هذا يبرهن على وجود حاجة لمثل هذا في كل أنحاء الكرة الأرضية. كل ذلك يسير في متطوعين. يجب أن نعمل على قواعد ثابتة. فإذن ما هو IGF Plus؟ ما هي الأشياء الهيكلية التي يمكن أن تساعدنا كمنظمين في منتديات محلية؟ سيكون لها معنى أكبر. نستطيع أن نحسن إلى الاتصالات في نتائجنا وتعلقها مثلا بالبيئة. هذا يسمح في نفس الوقت إلى فعاليات انخراط المجتمع المحلي في أعمالنا. القضية الأخرى، كيف نضمن بأن بياناتنا هي مفهومة؟ لا أقول أنا شيئا جديدا أن بناء المهارات الرقمية له هنا دور كبير وهو مهم. والقضية الثالثة، يجب علينا أن نردم الهوى بين مجال النقاش وبين مجال القرار. إذن كلما كانت قريبة من بعضها ستكون من ضمن العلاقات البينية ذات أهمية أكثر. هم يظهرون رغبتهم في المشاركة في برلمان في الدائرة المستديرة. لا أريد أن أقاطعك، ولكن يجب أن ننظر إلى الساعة. أنهي وأريد أن أختتم ما قلته وما هو أهم شيء. القضايا التي يجب أن تكون محددة هي تحسين التواصل وأن تكون نتائجنا مفهومة. شكرا يا ساندرا. شكرا يا ساندرا على ملاحظاتك هذه. أنتقل الآن إلى باربا.
سيتحدث عن بنية تحتية خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، هو أيضا ممثل عن مجلس الاتصالات والشخص الذي له أدوار هامة في ITU وله خبرة كبيرة جدا في مجال الاتصالات. أود السؤال وناخذ بعين الاعتبار كل الخبرة ومعرفة لسيد، ما هي الأفكار أفكارك تستطيع حضرتك تتقاسم بها معنا من أجل تنمية الإنترنت ووضعه؟ شكرا يا دولف، أهلا وسهلا بسيدة مسادة، أنا من تحدث من دبي وأنا سعيد أن أشارك في هذه الجلسة الهامة، وهدفها إشراك أصحاب المصلحة والسماح بإشراك عدد كبير أكبر إلى منصة الـ IGF، ونحن نعلم أننا متواجدون في نقطة تحول مهمة في سياق مختلف التحديات، وكما سمعنا من زملائنا يجب أن نعمل بشكل مشترك لنضمن ونؤمن الطرق لمجابهة هذه التحديات لكي نتحدث بصوت واحد ساعينا نحو الاستفادة من هذه الثورة الرقمية. المستندات تتحدث بوضوح أن هناك مجالات يجب التحسن فيها وإشراك الدول النامية، هذه الشمولية تم تعريفها من التحديات الكبرى والدعائم الكبرى التي يجب دعمها خاصة في المجال الرقمي. سيدات والسادة، نحن كلنا نحتاج إلى تبادل الخبرات والتجارب على حد سواء ونساعد بعضنا البعض، فمن المهم أن نتخذ قرارات واعية مما يسمح بالحوار المشترك التقاسم بالممارسات الجيدة وإشراك عدد أكبر من الدول استفادة من ثروات الثورة الرقمية. فلذلك من هذا المنطلق منتدى الـ IGF يلهم القطاع العام والخاص، وآخذين بعين الاعتبار هذه القدرات الجبارة وهي تتمثل بمنصة الـ IGF واستفادة من هذه الإمكانيات. هناك عدة طرق وأساليب للاندماج في هذه الشبكة الدولية، هناك بعض أصحاب المصلحة المهمشون فيجب تعزيز مشاركتهم، مشاركة كل الدول وإشراك الجميع مما يخلق أساسا من الشمولية، أن استعدادا لمنصة الـ IGF يجب أن نسمح للحوار العاقل والشامل للدول النامية والمتقدمة على حد سواء، والتركيز على الاقتصاد الرقمي الذي هو مرتبط بالدول المتقدمة من ناحية والنامية من ناحية أخرى. واختتاما يا رودولف، إذا استطعنا الارتقاء بهذا الموضوع الخاص بـ IGF بالتعاون مع مشغلين محليين، نستطيع دعم معنى وأهمية الـ IGF لأصحاب المصلحة في مناطقهم المحلية، فيجب أن يكون وضعنا وقواعدنا موجهة نحو هذا الهدف. كما قال فابريتو في البداية، لا يمكن ولا يجب تهميش أحد وترك أحد
في الوراء. فأصحاب المصلحة في الدول النامية يرغبون في تحقيق هذا التعاون رغبة في إحراز تقدم المستوى المحلي وفي مجال التكنولوجيا والاتصالات. الإنترنت يجري الآن ويخضع في بتحول جذري، فيجب على كل الدول أن تسعى من أجل تحقيق هذه الشمولية، والآي جي إف له دور واضح في هذا الصدد لتقديم الدعم المطلوب للجميع. وشكرا. شكرا لك يا بوكا. الخبير التالي هو أحد ثلاثة شركاء، هي السيدة لين سانتامور التي هي رئيس ومدير تنفيذي لمسائل الإنترنت، كانت مديرتي في يوم ما، وهي أيضا رئيسة إنترنت ماتر. سنتكلم عن تمويل مع الأخذ باعتبار تجربتك، ما هي الأفكار التي لديك حول هذا الموضوع؟ شكرا لك يا رودولف. أحد الأشياء الإيجابية في المشاركة في هذا العمل، ممكن أن أكون مثلا مديرتك أنت مثلا، ولكن أود أن هناك تعليقات كثيرة ظهرت، نفكر ماذا علينا فعله من أجل أن نلفت الانتباه لجاذبية منتدى حوكمة الإنترنت. منذ نشوء المنتدى كان لدينا أفكار رائعة، كيف نفعل، ماذا سنفعل، كيف نكسب شركاء، ولكن هناك قضية بقيت، هي ماذا حول التمويل. ليس هناك أماكن، أن التمويل هو أساسي من أجل أن تتحقق مثل هذه الأفكار. أي بالطبع نود أن نحصل على وسائط مالية تحقق لنا هذه الأهداف. إذن عديد من الدول في لدرجة ما ليس لديها تقدير محدد لهذا الحوار حول المشاكل التي تتعلق، لدينا هناك فروقات اجتماعية جغرافية، مع فهم هذه الأمور بالمهارات الرقمية، إذن لابد من فهم وتحديد هذه الأجزاء، التعرف عليها جيدا. ارتباطا بذلك علينا أن نتذكر الرسالة العامة التي تقع على عاتقنا من أجل توجيهها إلى الأخير. إذن هناك عناصر لديه مجموعة عمل تتعلق بالتمويل، نحن محدودو الإمكانيات، لنا متطلبات أيضا بالرغم من دعم هيئة الأمم المتحدة، يجب أن تكون هناك عملية شفافة جدا، يجب أن نحدد الأطر بشكل عادي التي كيف نمول فيها القضايا المهمة. إذن كل هذه الأشياء تسبب أن كلما كانت التمويل أكثر فالنتائج ستكون أفضل. يجب أن نجد طريقة لا تؤدي إلى فشل هذه البروتوكولات التي تصل وتضمن أن تكون منفذة
في ساحات معينة، فإذا هنا نرى أن الشفافية لها دورة. المنتدى الاقتصادي العالمي لديه عناصر يمكن أن نكيفها لصالح منتدى حوكمة الإنترنت. إذن أعرف أن لدينا وقت قصير، سأتوقف هنا. فالمشكلة رقم واحد إذن هي الثروة والتمويل، من أجل أن نكون رسلا لIGF لكي تبقى هذه العملية مستمرة، فالأمم المتحدة يمكن هنا أن تلعب الدور الأهم. يجب أن ننتظر أن تكون هذه القيادة للأمين العام مساعدة في هذا المجال. كان لك يا لين بالفعل كنت مساعدة في هذا المجال، وأود أن استفسار حول منظر ذلك، وجهة نظر الشركة الخاصة مثل هواوي سيد كنجا كممثل القطاع الخاص، ما سياستكم المتعلقة ب صنع القرار على المستوى الرفيع، وكيف ترون إلى ذلك؟ سيد على دعوتي، أنا معجب كل الإعجاب بالمتحدثين الذين سبقوني في الحديث والآراء التي أبدو بها، والأسئلة طرحت جيدة جدا. ونبدأ بذكر أو تعديد بعض المسائل، وأنا دونت هذه النقاط وأعود إليها في الحديث. الجائحة أسرعت التحول الرقمي والمحلي، ويدل ذلك على الحاجة إلى المزيد من الثروات التي تعطى للمجتمع. نحن نريد التقاسم بممارساتنا ومدى انخراطنا في هذه الشمولية الدولية والمساواة بين الناس والفرص لإفادة الحكومة والمؤسسات والشعب. التكنولوجيات الرقمية كأنها حررت وأطلقت عصرا جديدا من التواصل الرقمي، وربما لاحظتم الهواتف المحمولة والذكية والأجهزة اللوحية، وهذا التواصل اللاسلكي يلعب دورا متزايدا في أعمالنا اليومي. الرقمنة أصبحت اتجاها دوليا قد يقوم أو يؤثر بعمق على الاقتصادات العالمية، لذلك نحن في الحاجة إلى جهود دولية بالتنسيق مع أصحاب المصلحة وبواسطة معايير موحدة. الولايات المتحدة كانت يوما دولة رائدة في التحول الرقمي، ودولة رقم واحد من حيث الابتكار والإبداع، ولكن هذه السنوات قد مضت. التعاون الوثيق في مختلف القطاعات والمنافسة الشديدة أصبحت ذات أهمية أهم، ونحن نعيش في عالم يعبر الحدود، كذلك في العالم الرقمي. وبعض لو لم يكن الأمر على ذلك لا أصبح بعض اللاعبين غير قادرين على المشاركة في ذلك. لذلك يجب أن يكون هذا النظام البيئي شموليا
سعينا نحو تحقيق الأهداف المستدامة في بيوتنا وشركاتنا. يجب إسراع هذا التعاون الرقمي استفادة من هذه الفرص التي نأخذها من التكنولوجيا لكي نستطيع التقدم أو إحالة التقدم حسب الخطة لعام 2030. فيجب الاستفادة من هذه القدرات التي تعطيها التكنولوجيا، ونحن منخرطون في العمل على مكافحة الإقصاء. هناك أيضا فوارق ما بين الدول النامية والمتقدمة قد ذكرت، وهذا مهم ألا ننسى أن هناك طرق وأساليب مختلفة ضمن أو في تيار الرقمنة التي تتيح لنا أن نعمل سويا وأن ننظر إليها من وجهات نظر مختلفة. هي من فرصنا أمام منتدى حكومات الإنترنت الذي كان يلعب دورا مهما في إشراك الجميع في هذه النقاشات ومختلف وجهات النظر. أود كذلك الذكر أن وكنت أسمع إلى المتحاورين السابقين أن التعاون الرقمي والبنية التحتية الرقمية أصبحت في غاية التعقيد والانتشار، وهذا الوضع اشتد بسبب عدم وجود قواعد موحدة دولية، الأمر الذي يشكل نوعا من الصعوبات للدول النامية من حيث عدم أفضليتها وقلة ميزانيتها وعدم سماع صوتها. في هذه الأيام الصعبة كلنا نشهد بأن إمكانية التواصل فيما بيننا بشكل افتراضي بدون الاتصال المباشر أصبح جزءا من حياتنا. منتديات من نوع IGF أو التعليم اليومي أو التطبيب عن بعد، هذه خدمات أصبحت معيارا جديدا، ونحتاج إلى معايير وقواعد لتبسيط وتسهيل ذلك وتوحيد هذه الإجراءات كأنها قاعدة مشتركة تمكن الجميع من الاستفادة من هذه الثروات. كذلك تحدثنا عن الوضع لا يعادل القيود. الوضع للحول الحوكمة تعني تحديد بعض القواعد التي يمكن لكل الناس الالتزام بها وتحقيقها، مثلا مجموعة من التوصيات حسب توحيد بعض القواعد في مجال الرقمنة الجغرافية أو الفنية لنستطيع أن وهذا ذكرته في الختام. وشكرا. شكرا جزيلا، وأعتذر أنني أريد أن أقاطع، وأعتذر من المتحدثين الآخرين، أود أن يتكلموا الآن أندريان أنريت عفوا إستر حسن التي لديها عيد ميلاد، فلنتمنى لها كل شيء في السعادة. هي تهتم بالإنترنت منذ زمن بعيد، هي منسق ومشارك في استراتيجية المجموعة الاستشارية ومجموعة عمل التعزيز الاستشارية. من وجهة نظر المجتمعات المركبة، كيف ما هي أفكارك حول أن المقررين رفيعو المستوى كيف يكون دورهم في IGF؟ أود أن أقول عدة كلمات قبل الإجابة على سؤالك المحدد.
عن تحديات في التعاون الرقمي. هذا ليس عملية سهلة. إن هناك الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية ليست في فضاء موازن، هي تعاون ليس فقط مع الناس في مجال الرقم. إذن هي عملية مركبة ونوعيتها بعد 20 عمل من التجارب في هذا المجال، فإن البحث عن الحلول والشراكة ليس سهلا. سمعنا عن هذا بأن انخراط العديد من أصحاب المصالح والمعنيين وجمع الناس من عدة أوساط يتطلب حقيقة تجاوز العديد من الصعاب والمشاكل. ثالثا، هناك قضية عملية الإقصاء. نقصد هنا أن عملية الشمولية، فكيف يتم؟ فمثلا خطاب الكراهية كيف نسيطر عليه؟ الأشخاص الذين يقوم بذلك اليسهلون هم يتعاونون فيما بينهم، فإذا لماذا لا نتعاون نحن أيضا من أجل السيطرة على ذلك؟ إذا هذا يحتاج إلى وقت كثير، أي حتى نتحدث عن هذه الفئة رفيعي المستوى يجب أن نتطور ونتعاون أكثر، وأن مثل هذا الجسد سيساعدنا على التصور. يجب علينا أن نتعمد أن منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن يتواصل مع المجموعات الأخرى التي لا نتعاون معها، أي مع المجتمعات، أي مع الناس الذين يتأثرون بهذه المواضيع لن نتحدث عنها ولكن لا يشاركون فيها، لا يأتون إلينا، ليسوا جزءا من مجموعتنا. والمجموعة الأخرى التي تقوم بإدراج هذه الحلول أيضا يجب أن يكونوا الذين يتواجدون التكنوقراطيون المحليون، يجب عليهم أن يتعاونوا أيضا معنا. وإذا استثمرنا في مثل هذا الجسد رفيع المستوى نستطيع أن نزيد من مصداقية منتدى حوكمة الإنترنت، ولكن ليس أن يقوم ذلك أن يكون غصبا عن غيره، يجب أن تكون هذه مبادرة تحتية وأن نستثمر به علاقات أخرى مع القادة. كان على هذه النقطة المهمة، وأود أن نمر الآن إلى المتحدث التالي دكتورة دانيلا برونشتوب. رئيسة الحالية أو مديرة الحالية التي تمثل الحكومة الألمانية المسؤولة عن الاتصالات وسياسات الاتصالات والعمليات المتعددة الأطراف وأصحاب المصلحة. دانيلا، يجب أن نركز على هذا الجانب، جانب العمل من الأسفل إلى أعلى، ونريد نتائج يمكن إدراجها وتنعكس الواقع. كيف، ما هي نهجك في هذا الصدد؟ شكراً على هذا السؤال. أرحب الجميع، وأنا سعيدة أن نتقابل افتراضيا على الأقل لأرى وجوهكم على الشاشة على الأقل. وعودة إلى سؤالك، وأعلق على ما قاله باتريسيو، هو ذكر أننا في الحاجة إلى توصيات سياسية، ومن ناحية أخرى لا يعني ذلك أننا لا نحتاج إلى الحوار. بالعكس، التوصيات الجيدة في موضوع السياسات هي تستند إلى الحوار. يجب أن يبقى منتدى IGF منصة حوارية، وسمعنا أنه يجب أن
نعول على التوصيات أو النتائج التي من شأنها تغيير العالم. وفي وجهة نظري نحن أحرزنا تقدما كبيرا في السنوات الماضية. أذكركم بوثائق جنيف وباريس، يجب أن نتابع هذا المسار ونركز أكثر على نتائج ملموسة ومحددة. هناك طلب لا بأس هذا التمركز المشترك والتموضع على النتائج، ونحن نحتاج إلى قيادة قوية. مثل هذه المنصة رفيعة المستوى ربما يكون من شأنها صنع القرار والتقرر في هذه الأمور بمثابة مجموعة استشارية رفيعة المستوى تتكون عضويتها من عدد محدود من الأعضاء وتمثل أصحاب مصلحة مختلفين وتركز على نتائج. هذا يتعلق أيضا بإنشاء هذه المجموعة رفيعة المستوى المنصوص عليها في خارطة التاريخ. هذه المجموعة لن تكون مسؤولة عن صنع القرار، ولكن تستشير صناع القرار وأن تكون مرتبطة بمنتدى حوكمة الإنترنت بطريقة توجد القاسم المشترك ما بين هذه الأطراف. العام الماضي قمنا نحن في برلين بما هو في وسعنا نجعل هذه النتائج أكثر عملية، ويجب أن نسير في. شكرا. في الختام أود أن أستمع إلى ممثل المجتمع المدني من البرازيل برونا سانتوس. ربما تتحدثين عما تحدثت عنه دانييلا قبل قليل. ما رأيك أنت في هذه الحلول؟ شكرا لك يا رودولف، هذا شرف وفخر كبير لي أن أشارك في هذه الجلسة مع هؤلاء الأشخاص النبلاء. أنا أقول أن في منظمة حلية مثل منظمتنا هناك هذا يعتبر فرصة كبيرة أن نتوجه إلى هذا المنتدى إذا كان القصد الاستراتيجية العالمية في مجال التعاون الرقمي. نحن منخرطين في إدراج خارطة الطريق التي يقوم كل أصحاب المصلحة المعنيين بالكفاح من أجل وصول سهل وأكبر إلى الإنترنت. أنا سعيدة جدا بهذا النقاش والحوار. كل ما تفعله المستشارين والخبراء من أجل زيادة رسالة منتدى حوكمة الإنترنت يجب أن العمل في طيف أوسع، وأن نحن نجيب على تحدي الانخراط بأننا نلاحظ أيضا احتياجات بين الأمانة IGF وأمانة العامة للأمم المتحدة، وأن يكون هناك تنسيق أكبر مع برامج الأمم المتحدة الأخرى مما سيؤدي إلى نجاح أكبر لنا. كل ذلك يجب أن يكون مؤسس على حوار يأخذ بالاعتبار مصالح كل المعنيين. أن الهياكل المتواجد الآن يجب تحسين عملها بإنشاء تحالفات محلية تقوم بالعمل على
حلول محلية. وهناك أيضا الطريق البرلماني الذي تم ذكره عدة مرات هنا بالنسبة لعرضها على البرلمانات المحلية. أخيرا أقول أن هذه العملية يجب أن لا تقوم بعكس الأجسام الاستشارية فتمثيل عدة جهات مصالح. فأعتقد أن المنتدى يجب أن يبقى شموليا، يجب أن يعكس وجهة نظر الجميع. شكرا لك على هذه الكلمة. لقد تجاوزنا الوقت المحدد لدقائق، فأعطي الآن الصوت لفابريتيو. أشكر على كل ما تفضل به المشاركون. شكرا يا رودولف، إنني كنت أستمع إلى هذا النقاش بكل الاهتمام. لقد تم إثارة عدد من القضايا والمسائل باقتدام شديد. وفي الختام يجب أن أقول، ورغم أن الوقت ضيق، يوم مهم ليس فقط بسبب هذا النقاش ولكن وعيد ميلاد أندرياتا، فنحن نحبها جميعا، وربما لا نخوفها إذا نبدأ أن نغني هابي بيرثداي لها، متمنين لها كل التوفيق وسنة موفقة. وخلاصة لهذا اللقاء، أدعو كل من المتحاورين الرفيع المستوى لكلمة 50 ثانية عن وإبلاغنا عن ما يقومون به، ما يقومون به لترويج للمنتدى. فنبدأ بمعالي الوزير سنجر. بما أنني وزير يهتم بالتعليم أيضا، فالقضية واضحة. سوف أدعم كل ما تطلبه الأمم المتحدة في مجال تقوية الإنترنت. هنا كل هذه الفعاليات تعهد بالاستمرار في عملها. حكومتنا الآن يركز على استخدام البيانات والتقنيات التي نستطيع أن نتقاسمها. بالنسبة لنمو بلادنا يجب أن تبقى هذه الثروة منفتحة. فبالنسبة لسيريون مهم أيضا التعليم وتنمية الثقافة. شكرا. شكرا معالي الوزير. ليزا دورك. شكرا. يبدو لي أن هذا الحوار يظهر لنا أهمية ومدى هذا النقاش حول المستقبل الرقمي، وهذه الجلسة تظهر لنا القواسم المشتركة العديدة، ومنها العمليات الشمولية والحوار وتحديد الفوارق لمختلف أصحاب المصلحة. المهم وهو أساسي هو أن انخراطنا فيما يخص الإنترنت، وهذا النموذج المتعدد الأطراف موجود ويجب دعم الجميع والحوار. الحوار هو الأساس. هذه السنة أظهرت لنا وبوضوح أن الإنترنت القوي هو المقاوم جدا مهم في حياتنا، ونحن سنواصل العمل المشترك كجزء من المجتمع الدولي. سعينا نحو الإنترنت المفتوح والمتوفر للجميع، وسنتحاور مع IGF وسيديك وعلى المستوى الوطني، فندعم الحوار. شكرا على هذا الدور. في الآن إلى يوسف. نحن في إنترنت سوسايتي منخرطين في عمل
من أجل المجتمع. لدينا فروع في أكثر من 120 دولة، ومؤسستنا تفعل ما بيدها من أجل تمويل مبادرات تقوي وتجعل من الإنترنت أكثر انفتاحاً. نقوم بإنشاء برامج يمكنكم أن تتأكدوا منها على صفحتنا على الإنترنت من أجل ترميز مثلاً أو إلغاء ترميز بعض. لدينا قدرات كبيرة وثروات في وخبراء يستطيعون المساعدة هنا، لذلك مما يجعل كل العمل. نؤكد دورنا في هذا المجال. شكرا يا جوزيف. الآن نقدر فعلا كل ما تقوم به منظماتكم. والآن إلى أولغا. يبدو لي أن الأوقات صعبة واقتصاداتنا تعاني، فالتكنولوجيا تزداد أهميتها خاصة في الجنوب، جنوب القطب الجنوبي أو نصف الكرة الجنوبية، وشبكة من آلاف أصحاب المصلحة وهو الأجهزة يجب أن تستمر. وشكرا يا أولغا. وميراندا آخر كلمة لك. الإنترنت المفتوح غير قابل للتجزئة أهم الآن من أي وقت مضى. نحن في فيسبوك منخرطون في تأمين هذا الإنترنت الآمن وذي التدفق المنفتح والمشجع على الجمع وتبادل الآراء، الإنترنت الواصل والجامع. نتمنى تحقيق هذا الهدف. الكلام رائع، وأود أن أعود إلى البداية، إلى حناء الهاشمي. آخر كلمة لك قبل أن نختتم ونقول وداعاً. أنتظر هذا العمل المشترك وتحقيق هذه الرؤية التي تحدثنا عنها اليوم. شكراً لسيادته. شكراً للجميع على هذه النقاش المشوق. تجاوزنا الوقت، لذلك نشكركم على هذا الصبر. أعرف أن هذه الساعة عند بعضكم هي الثالثة صباحاً. هذه خطوة هامة جداً نحو نقاش وحوار جديد. بدأت هذا النقاش في جنيف في تونس في عام 2016-17. نستطيع العمل بقيادتكم، بقيادة الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التعاون الرقمي. أرغب الجميع إلى يلتحقوا بمطلب الأمين العام. هذه خطوة أولى نحو المستقبل الرقمي الذي سنكون منه فخورين. أود أن أغتنم الفرصة لأشكر كل المنظمين في هذه الجلسة. شكراً يا رودولف أنه كان منسقاً، وإلى فابريتسيو. شكراً لكم جميعاً على مشاركتكم الفعالة، وسوف أعطيكم واجب. علينا أن نعمل دائماً من أجل دعم الرقمنة العالمية، كل على في حدوده ومجاله. هذه ليس شيء تعمل به بلد واحد أو بلد أخرى، أن الرسالة واسعة للجميع. إلى اللقاء في الإنترنت قريباً.